ألا يعيش الفرد أجواء المحرمات. أجواء المحرمات ما هي؟ أجواء المحرمات يعني أصدقاء السوء مثلا. واحد لا يقول أنا محصن. عندنا في الحديث الشريف من حام حول الحما أوشك أن يقع فيه. إذا أكو هنالك تيار كهربائي مجرد، أنتو باحتياط كامل وضعتم يدكم قرب هذا التيار أو السلك الكهربائي، هذه تمثل مغامرة. يمكن في المرة الأولى في المرة الثانية واحد لا يصاب، ولكن فجأة يصعقه التيار الكهربائي.